بابا ولا ماما كنتي كاين عندنا المتحف الوطني لحماية المدنية. المتحف الوطني لحماية المدنية افتتح في سنة 2004 بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية. اليوم العالمي للحماية المدنية هو 1 مارس. اليوم العالمي للطفولة واش اليوم؟ اليوم العالمي للحماية المدنية هو 1 مارس، ثم الأطفال 1 جوان. احنا 1 مارس بمناسبة 1 مارس في 2004 فتحنا المتحف هذا، فهمنا؟ شكون يعرف حاجة على الحماية المدنية؟ واش تعرفوا على الحماية المدنية؟ واش تعرفوا على الحماية المدنية؟ واش يديروا الحماية المدنية؟ اللي يحب يقطو، واش يديروا؟ يساعدوا الناس الحماية المدنية، واش يديروا الحماية المدنية؟ إغاثة، واش يديروا الحماية المدنية؟ إطفاء النار، واش يديروا الحماية المدنية؟ إنقاذ الناس، إطفاء، زيدوا، شكون يزيد يقول لي؟ بنتي، بارك الله فيك. أشياء قديمة، الأشياء القديمة كنا في المتحف الوطني للحماية المدنية، عندنا المدخة اليدوية، علاش نسميها المدخة اليدوية؟ حتى نستعملوها بالأيدي تاعنا، المدخة اليدوية رانا هنا في فهمت 1885 1885 كان الامير عبد القادر عنده عام وليمه فهمنا هنا رانا في 1885 كانوا رجال الاطفاء ولا الحمايه المدنيه يستعملوا هذه المضخه اللي كان فيها الحصول الحمار كانوا يجروها يا رجال يا بالاحصنه مثلا بالمثل هذا كانوا يا يمشوها رجال كما هذه تشوف في وقت واحد من الاحصنه يمشوها الى مكان الحريق ولا مثلا كيما هذه يجروها باش بالاحصنه باش تعمل اللي دخل يدوية تاعنا لازمنا على الاقل 4 اشخاص عندنا راح الحريق الدسيم هو الحريق اللي يكون فيه ماده مشتعله ماده دسيمه مثلا ليسونس بترول الزيت هذو نحطوه باش بالرغوه راموس نحطوه بالرغوه الرغوه واش دير واش دير الحريق الرغوه من كاس كوش يخلي صافي واش نقولو قولو لو كاس بروتين فلاشات اي لي زيو ولا العينين يبدا قبل ما نلبسو الخوذه نلبسو لا كابو كان يكون كابو نلبسو قبل علاش باش تحمينا تحمينا على النار صافي هكذا هكذا الكاس هذا محميين كي نزيدو الخوذه كي نزيدو لا كابو محميين وما نكون عندنا هذه يسموها لا بروتين سائل ليس محمولة راح تسمعوا الشيخ قلنا عندنا وسائل لي نحملوها معنا كيما اللي راهم عندنا الوسائل الثابتة كي تطلب الحماية المدنية تطلبين في الثابت اي هذا متحف المتحف هما المدير العام يجيبوا كل واحد دوزان هنايا كنتي غطاس غطاس المهنه تاعو وعندنا هذو لي سيرفيو بيليار هذو تاع الدور هو في جوج كيس وعندنا لي كاس تاع المياه العكيره المياه الملوث لي بلونجو بها هذه حنا زيني كنعرفو زيد إنقاذ جميع التدخلات الحماية المدنية حاجة ولا واش يديروا الإنقاذ صافي نروحوا للمكان ماشي الناس حاصلة نروحوا نطبقوا فيهم الحباك هذا اللي عندنا المأمورة وعندنا الحباك أرمين وأرمين مسلحة وغير مسلحة الحماية المدنية عندها المثلث هذا وعلاش؟ باسكو عندها إنقاذ إطفاء إسعاف على ريحة نحسبوا ثلاثة تعاون بالدلو نستعمل الدلو باش يستعمل يعمر الماء ويكون عندنا شخص رابع اللي يشد لامونس يخرج منا الفيديو باش لامونس لا تطون باش يطلع الحمد لله اللي يسافر الحماية المدنية الحوضة هذو أنا الحوضة هذه اللي بدات من 1962 حتى 2009 باش بدات تمرض الحوضة هذه الكابل نرفعوا بها العاتية من غير مسلحة نرفعوا بها فهمنا هذه اللي
المثلث بما مدنية عنهم المثلث. عندنا إنقاذ إسعاف، عندنا مثلث. أنا صورته وحده.